السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغادي ديغو. سعيدة جدا بلقياكم، كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الوصفة ديال اليوم غتكون عبارة عن مسمن معمر في المقلاة بواحد الحشوة بمذاق البيتزا، كيجي خفيف وكيجي مرق وناجح. نمشي على بركة الله، نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بالعجين هو الاول باش نخليوه يرتاح. خديت كاس ديال العنبه ديال الفينو وكاس ونص ديال الدقيق الابيض. انا غنعجن في العجانه، وممكن تعجنوا بيديكم الا بغيتوا. كنديروا الدقيق في العجانه، نضيفوا ليه الملحه حسب الذوق، وتقريبا نص معلقه ديال خميره الحلويات او اقل شويه. صافي، وغنجمعوا العجين. انا درت غير ما ديال الروبيني لان الجو ما بقاش بارد بزاف، فكنضيفوا الماء بشويه بشويه. بغينا عجين يكون رطب، انا درته شويه مطلوق باش دغيا نخدمه، يعني ما يحتاجش وقت كثير في الراحه، ولكن ما ساليتش ليه فبقى خدا واحد الوقت ديال الراحه. فإلا كنتو عندكم الوقت ما ديروهش مطلق بزاف باش ما يعذبكمش في الخدمه، خصوصا المبتدئات اللي موالفين كيحضروا مسمن. ماشي مشكل، راهم عارفين. انا خليته ارتاح قبل ما نقطعو كويرات، غطيته بلاستيك غذائي وخليته ارتاح. هاد التبصيل اللي حطيت فيه العجين راه مدهون بالزيت، وكذلك البلاطو كندهنوه بالزيت وكندهنو يدينا. قطعته الكويرات صغيره لاني غندير مسمنه وسط مسمنه. كنخليوه يرتاح ونمشيو نحضروا الحشوه. انا خديت هنا جوج حبات ديال البصله خضاريه، قطعتهم رقيق وضفت ليهم شويه ديال الزيت، كنحطهم فوق النار وكنخليهم يتشحروا واحد شويه. من بعد ضفت ليها فقط الملحه والبزار، صافي وكتشحر غير شويه وكنحيدوها. من الاحسن تبقى ملي كناكلوها تبقى مقرمشه، يعني كروكونت، ماشي نشحروا البصله حتى نقتلوها. المهم نتوما غديروا على حسب الذوق ديالكم في هذه الوصفه. وضفت جوج علب ديال الطون مصفين من الزيت، وزدت واحد جوج معالق كبار ديال صلصه ديال الطماطم بقات ليا في الثلاجه من البيتزا، فممكن تستغناو على مطيشه الا بغيتو، ولكن هاد لاصوص راه لذيذه بزاف. كنحاولوا نقطعوا هذاك الطون طريفات صغيره، وغنضيف شويه ديال الزيتون. انا طحنته في الهشوار، هاد المكونات كلها تكون رقيقه، وضفت شويه ديال الزعتر يابس مطحون. المكونات تكون رقيقه باش ما تقطعش لينا العجين ديال المسمن. وكنمشيو نورقو، كنورق بخليط ما بين الزبده ذايبه والزيت. كناخذوا اول مسمنه وكنبداو نطلقوها، كندهنوا سطح العمل هو الاول وكنبداو نورقوا. انا العجين خليته مطلوق وخليت ليه واحد الوقت ديال الراحه، فغيجينا شويه كيتقطع، ولكن ماشي مشكل لاننا غنديروا وحده وسط وحده. فإلا كان العجين غيبقى يرتاح بزاف، حاولوا انكم تخليوا العجينه رطبه ولكن شويه شاده راسها. رشيت بخليط الزبده والزيت، وحطيت قطعه ديال جبن ساندويتش وسط العجين وشويه ديال الحشوه. حاولوا ما تكتروش الحشوه، انا راه كنكثر، ما تكتروش الحشوه باش ما تخرجش لينا من العجين، خصوصا الا كان العجين مورق مزيان. كنرشوا هذا المستطيل بالزبده والزيت وكنكملوا نطويو بالطريقه التقليديه ديال المسمن. نحطوها جانبا وناخذوا القطعه الثانيه. كنحاولوا انه ما يتقطعش، ولكن الا تقطع واحد شويه من الجناب ماشي مشكل، لان غنديروا كما قلت لكم غتكون وحده وسط وحده. كنرشوا خليط الزبده والزيت وكنحطوا المسمنه الاولى كما كتشوفوا، يعني الجهه اللي فيها الفرماج هي اللي غتكون الفوق، كتحط المسمنه مقلوبه. وكنطويو نرشوا الزبده والزيت غير شويه، ما تكثروش الزبده والزيت، وكنكملوا نطويو على اربعه. هذه هي الرغيفه ديالنا، غنخليوها جانبا ونمشيو نشوفوا واحده اخرى. دائما ندهنوا شويه سطح العمل وكنبداو ندهنوا العجين ونقلبوه، وكنبقاو غاديين من الوسط للجناب.
حتى فاش تجرو ركزوا على الوسط وبقاو غاديين للجناب، وممكن المسمنة الثانية فاش كديروا واحدة وسط واحدة، المسمنة الثانية ما ترقوهاش بزاف الا خفتوا ان تخرج لكم الحشوة. كنحطوا القطعة ديال الجبن وكنحطوا كمية ديال الحشوة، نحاولوا ما تبقاش مجموعة في الوسط، كنوزعوها واحد شوية وكنطويو على أربعة، نرشو ونطويو. نخليوها جانبا ونطلقوا الثانية. ممكن ديروا اكثر من جوج مسمنات في الوحده، ممكن ديروا ثلاثه او اربعه، وتفرقوا الحشوه بيناتهم، وتحاولوا تخليوا المسمنه الاخرى ما ديروش فيها الحشوه باش ما تخرجش لكم البرة. رشوا الزبده والزيت وكنحطوا المسمنه الاولى مقلوبه، الجهه اللي فيها الفرماج هي اللي كتكون الفوق، وكنطويو. نرشو هاد المستطيل، ما نكتروش الزبده والزيت، ناكد لكم صافي. وكنكملوا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كلها. من بعد كناخذوا اول مسمنه حضرنا، كنبسطوها غير واحد شويه في الوسط، يعني ما نقيسوش الجناب باش ما تخرجش لينا الحشوه، وكنحطوها في المقله اللي تكون سخونه مزيان على نار ماشي ضعيفه وماشي عاليه، يعني شويه متوسطه. كنخليوها شويه على الجهه الاولى حتى كتبدا كتاخد لون، وكنقلبوها للجهه الثانيه، وكنخليوها كطيب، وحنا كنحركوها باش كتحمر لينا مقاده. كنبقاو نقلبوها حتى كتاخد واحد اللون موحد من جهتين بجوج صافي، وكنهزوها نحيدوها. وكنحطو رغيفة تانية، وضروري المقلاة تكون سخونة قبل ما نبداو نطيبو. انا ما رشيتهاش نهائيا بالزيت، فاكتفيت غير بهذاك ليدام اللي في المسمن صافي. كنحطوها على الجهة الاولى ونقلبو، وكنبقاو ملي كتشد راسها كنبداو ندوروها. صافي كنبقاو نقلبوها حتى كتحمر، فهو الا ما كانش الا ما تقطعش لينا بزاف راه كيتنفخ في المقله. كنستمروا حتى نكملوا الكميه كلها. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.